السلام عليكم عشاق بوكو. سعر ومواصفات بوكو اكس 4 برو 5G رسميا. سعر ومواصفات بوكو اكس 4 برو واهم المميزات والعيوب كل هذا واكثر سوف تشاهدونه ان شاء الله في هذا الفيديو، ولكن قبل البدء اتمنى منكم دعم القناة بقوة بالضغط على زر لايك والشارك وفعل زر الجرس، ولا تنسى مشاركة الفيديو مع اصدقائك وشكرا لك. كشفت العلامة التجارية بوكو عن هاتفها الذكي الجديد الذي يدعى بوكو اكس 4 برو 5G رسميا. دعونا نستعرض في هذا الفيديو سعر ومواصفات الهاتف وأبرز مميزاته وعيوبه إلى غير ذلك لمعرفة ما إذا كان يستحق الشراء أم لا. سعر ومواصفات بوكو اكس 4 برو. يتميز هذا الهاتف بشاشة أموليد مقاس 6.6 إنش توفر دقة فول اتش دي بلس ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز وسطوع 1200 شمعة. وأما عن الأداء، يعمل الهاتف بواسطة معالج سناب دراجون 695 مدعوما بذاكرة وصول عشوائي 8 أو 6 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 128 أو 256 جيجا بايت. وبالنسبة للكاميرات، جاء هاتف بوكو اكس 4 برو مزودا بكاميرا خلفية ثلاثية تشتمل على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل، نعم 108 ميجا بيكسل، والكاميرا الثانية بزاوية واسعة جدا بدقة 8 ميجا بيكسل، والكاميرا الثالثة ماكرو لتصوير القارب بدقة 2 ميجا بيكسل، وفي الأمام كاميرا لصور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 16 ميجا بيكسل. وتشمل المواصفات الأخرى على بطارية ب 5000 ميلي أمبير و 67 واط ودعم تقنية الـ NFC ونظام تشغيل أندرويد 11 وواجهة MIUI 13 ومقبس سماعة رأس 3.5 ملم موجود أيضا. ويتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 299 يورو أي ما يعادل تقريبا 334 دولار أمريكيا أي 3000 درهم مغربي أو 3200 درهم مغربي. هل يستحق هذا الهاتف الشراء؟ شاركوني أراؤكم ضمن التعليقات، ولا تنسوا دعم القناة. أحبكم في الله، مع السلامة.